تاريخ 10/11/2020 اللجنة المصغرة برئاسة السيد المحافظ قررت البدء باستقبال الطلبات العودة بالنسبة لسكان اليرموك. وبدأت ضمن الشروط الثلاثة طلبات العودة ضمن الشروط الثلاثة. الشرط الأول السلامة الإنشائية للعقار المنوي العودة إليه. الشرط الثاني إثبات الملكية، والشرط الثالث هو الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. بشكل تقريبي يوميا بين 50 و60 طلب تقدموا للجهة اللي هي دائرة خدمات اليرموك تستقبل الطلبات ضمن نماذج معينة. وفي عنا متابعة من نقابة المهندسين الفلسطينيين كمهندسين مؤازرين، دورهم الكشف على العقارات لبيان السلام الإنشائي لهذه العقارات حتى تحقق أحد الشروط الثلاثة. حالياً تقريباً بحدود 700 طلب أو أكثر شوي تقدموا. في عنا موافقات تجاوز 60-70 موافقة. الأمور بخير. ندعو الأخوة المواطنين أنه يلتزموا بالعدد اليومي للحصول على الموافقات والمتابعة عودتهم إلى مكان سكنهم. بعد ما أصدرت الحكومة في الجمهورية العربية السورية تعليمات بعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك، أصبح عدد العائلات التي تسكن في مخيم اليرموك حالياً تقريباً أكثر من 400 عائلة موجودين ضمن أحياء مخيم اليرموك موزعين على الأحياء الخمسة. بالنسبة لطلاب مخيم اليرموك عندنا أكثر من 200 طالب بين المرحلة الابتدائية والإعدادية موزعين بين مدارس الحكومة الجمهورية العربية السورية ومدارس الأونروا. الحمد لله صار خلال أسبوع 10 أيام عم نحاول ضمن الإمكان، مثلا فتحنا محل الإمكانيات المحدودة بحيث نخدم السكان الموجودة اللي رجعت على المخيم، والحمد لله رب العالمين المي جاي، الكهرباء جاية مبدئيا، ونتمنى بالله إنه ترجع العالم كلها على بيوتها وتنحل هالأمور هي كلها. صار لي طالع من بيتي حوالي 9 سنوات، هلا صار لي 20 يوم عم بجدد برمم وبدي اسكن، وانا ساكن حاليا في بالغواص ببيت كويس 185 متر، بس قاعد اسكن ببيتي 80 متر لاني عشت وربيت فيه، وانا عندي نومي اريح من اي قصور الدنيا كلها. تهجرت من المخيم عام 2012، طلعت على الزاهرة وسكنت بناء لحتى فتح المخيم، ورجعت على المخيم بس أنا بيتي مهدم يعني ما فيني أصلحه. جيت على البيت يعني ركبت شرطان براني يعني ما فيني أضبط البيت زي أول، وركبت برادي وقاعدة أنا وبنتي بهذا البيت والحمد لله.